الخميس. شوفوا هنا هذه المحاولة، كرة ممتازة مسوخة في وسط زكريا الوردي، وردي الرحيمي، رحيمي غير المكان ديالو، لعب جهه اليسرى، محاولة دخول داخل منطقة الجزاء، يقول الحكم ضربة جزاء، ضربة جزاء الحكم يعلن عن ضربة جزاء في هذه اللحظات لصالح فريق الرجاري. لأن سفيان الرحيمي غير من المكان ديالو، غير استراتيجية اللاعب، كان يلعب بالجهة اليمنى، الآن غير المكان ديالو مشى للجهة اليسرى. هذه محاولة، نشوفوا هنا الحكم اعتبر بأنه كان هنالك دفع من جانب كيرو عبد العباس، اللاعب اللي قام بعملية الدفع الماضية حسب سلطة تقدير الحكم ذاكرة، ومعلن بذلك على أول ضربة جزاء في هذه المباراة. ربما تغير شيء كثير في اللقاء اليوم، ربما تحرك أيضا شيء كثير في مباراة اليوم، سنشاهد. الجماهير تتفاعل، انتظار معرفة هل ستتفاعل الشباك أيضا. إذن سنتابع هذه المحاولة، بوركينابي استعاد ضربة جزاء تنفذ، وهدف أول في مباراة اليوم، هدف أول في مباراة اليوم من جانب فريق الرجاء الرياضي. عبد العباس ارتكب خطأ داخل منطقة الجزاء، وهذا محسن متولي يعود ليصالح يعود ليحيي أيضا الشباك المغربي والجماهير المغربية من خلال تسجيله لهذا الهدف. إذن محسن متولي يتمكن من وضع الكرة في المرمى معلنا على الهدف الأول في مباراة اليوم، 1-0 رجوي لحد الساعة. شوفوا الطريقة ديال وضع الكرة في المرمى، محسن متولي كعادته نفس الأسلوب نفس الطريقة، هكذا تعودنا دائما من جانب محسن متولي تعامل مع العديد من الكرات على المستوى منطقة الجزاء وخاصة ضربة الجزاء. كرة من جديد، كرة في الزاوية الآن من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. سفيان الرحيمي سعيد لتنفيذ، سفيان الرحيمي سعيد لتنفيذ، كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، راسية، هدف، هدف يأتي في هذه اللحظة، هدف مهم جدا يأتي في هذه اللحظة بين مرومون جيدا. نعم، يضع الكرة في المرمى، ينهي هذا العقب على المستوى التسجيل خاصة في الجولة الثانية منذ تسجيل الهدف الأول اللي جاء في الجولة الأولى. ذو 25 سنة اللاعب السابق لتي في مازيمبي يضع الكرة في المرمى معلنا عن انطلاقة مهمة له ولفريق الرجاء الرياضي. نعم، لتأكيد أيضا النتيجة المسجلة، هدف واحد مقابل لا شيء، هدفان مقابل لا شيء، ارتقاء بشكل ممتاز وبطريقة ذكية يضع الكرة في المرمى، يفاجئ بذلك مرمى الحارس مومدي بالبيري، وعلى الأقل على الأقل يعطينا تابل مهم جدا من توابل المباراة. هدفان مقابل لا شيء، الرجاء يتقدم، الرجاء يسجل جوج الأهداف لحد الساعة في الدوري الاحترافي، هذه أول مباراة للرجاء الرياضي في الدوري الاحترافي. تقييم فريق الرجاء الرياضي الذي تاني مباراة بالنسبة له، وكان يمني نفسه أن تكون جيدة على المستوى